بالنسبة لسؤالك عن كثرة الديون، هل هو بلاء؟ يعني هو نوع من البلاء، من أنواع الهموم اللي بتعمل هم عند الإنسان. لكن ما بقاش أنا عملت بإيدي الخطأ وبعدين أقعد أدور إنه ده بلاء ولا مش بلاء. على المسلم ألا يحمل نفسه فوق طاقته، واستفدنا ده من توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما هو وارد في المناهي إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى إنه الإنسان يحمل نفسه فوق ما لا يطيق. فعلى الإنسان يدرس أموره، مش إنه يكبل نفسه بألوان من الديون وعلى طول عمال على بطال يستلف دون ما أن يعقل أوضاعه المالية الحقيقية، وهل هو كما أراد إنه يأخذ المال من الغير على أن يرده، هل هو حيقدر يرجع الفلوس دي مرة تانية ولا مش حيقدر يرجعها. على المؤمن أن يعقل ما يصنع، أن يعقل ما يفعل، لازم أفكر كويس. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يعني يفك الكرب. اللهم أمين يا رب العالمين.